بسم الله. تعالوا اتفضلوا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. خش، انتوا مكسوفين ولا ايه؟ الف خطوه عزيزه، يا الشقه محندقه كده. انا عارف انها مش من مقامكم يعني يا ام عبد الله. لا يا ابني ما تقولش كده، كتر خيرك. والله نظيفه ما شاء الله. يا رب تعجبكم يا رب. خش خش يا خش يا فاديه. تعالى يا ناديه، تعالى ما تشيليش هم اي حاجه بره. تعالى تعالى يا عبد الله. الله الله الله. ايه يا عم الهوا ده؟ بص بقى معلم بقى، بسم الله ملوكي. ما شاء الله ما تحرمش منك يا حسن، والله ما عارف اقول لك ايه اللي انت بتعمله معانا. يا جدع انت تقول في ايه؟ هو في بين الاخوات كده؟ الحمام كمان نضيف يا عم. انا حاسس ان احنا ضايقناك يا حسن. يا عم ضايقنانا ايه؟ هو انت قاعد فوق دماغي؟ يا عم بقول لك الشقه بتاعت خالي، وخالي مسافر ومهاجر، يعني مش عايزين نبر بقى. والنبي عبد الله بدل ما تلاقيه طبب علينا ويقول لك عايز استقر في مصر. الصلاه على النبي، ده مش بعيد تلاقينا من جوه. حلوه. يا ام عبد الله ايه رايك؟ ما شاء الله يا ابني. قول لي هي الشقه دي ايجارها كام؟ والله يا ام عبد الله احنا في العادي بنطلعها ب 3000 دولار. نعم؟ بس ليه كنت 2750؟ يا اخوانا في ايه؟ مستهبل يا ابني، مستهبل. بهزر معاك يا ام عبد الله، انت اتخضيتي ولا ايه؟ خليها على الله. واللي سانده ربنا ما بيقعش، هو اللي هيحلها. انا عايزكم بقى تريحوا شويه كده وتقعدوا براحتكم يعني، واول ما تجهزوا بالليل تيجوا تتعشوا معانا. امي واختي عاملين لكم عشوه بشواتي. صرفت كتير انت يا علي حبيبي، دولارات وعشوات وكده. على الله يطمن فيك. خد يا عبد الله. ماشي يا حبيبي. الله يستر لي الايجار بقى بالليل. ماشي يا ابو علي. ابن حلال الله يستره. تسلم ايدك يا نورتي. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. ياه الاكل في اللمه بيبقى له طعم تاني خالص. طبعا. طعمه ايه يا حسن؟ وانا ايش عرفني انا حافظها كده، وانا لسه اكلت حاجه. نورانا. تسلم يا بنتي. الله يخليك. اه انا بقى ست ام عبد الله ما طلعتش في الدنيا دي غير بحسن ونواره. يا اختي بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم لي. لا وعبد الله ما يتخيرش عن حسن. والله يا اختي ما بنحس انه كانه واحد مننا. يا اختي ما هو برضه ابنك. اه والله. يا خالتي في انت ما بتاكليش ليه؟ لا طبيخي مش عاجبك. اه ده زي السكر. طب وريني يلا. هو انت خريجه ايه يا نوار؟ انا معايا دبلوم تجميل. نواره بتشتغل كوافيره. والله؟ طب كويس يا نواره، بقعد معاكي بقى عشان عايزاكي في حاجه كده. يا سلام بس كده عينيا. سلام. عايزه فين؟ الله انت مالك يا عبد الله؟ الله ايه يا حسن ما تقول له حاجه. ايه يا عبد الله؟ في ايه يا عبد الله؟ دي حاجات حريم مع بعض. قال لها بجد كنت عايزاه في ايه يا كل كل فراخ حلوه قوي. طب يا خيي وانت اللي عامله الطبيب ده؟ اه والله كل دقت المحشي؟ المحشي ده انت اللي عاملاه؟ ايوه. بس في حاجات غريبه جوه كده يعني. برغل؟ ايه؟ مش عارف عاملاه في ايه البرغل ده؟ انتوا عاملينه معانا ده يا اختي عمره ما يتنسي ابدا. ما تقوليش كده يا حبيبتي، ما يجيش في جدعنه عبد الله. معاكي برد طبعا. انتوا لو ما شلتكوش الارض نشيلكوا فوق راسنا. البيت نور والله. يا بنت اتقفزتي كده ليه؟ اتقفزتي كده ليه؟ ايه اجيب مكنه اللانشون وامشي؟ حلو عبد الله. طب اخبار الشاي ايه بقى؟ ايوه صح، احنا كلنا محتاجين شاي. شايكوا ايه؟ شاي عادي مظبوط. انا احمر بالنعناع. ايه يا عبد؟ معلقه واحده. وهاتي من ده على ده بقى. حاضر. احمر بالنعناع. احمر بالنعناع. حلو احمر بالنعناع.